بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ أحمد حبشان، الثانوية الإعدادية الحسن الأول، مديرية العيون، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سعداء بالتواصل معكم عبر هذه الدروس عن بعد، فاحرصوا على البقاء في بيوتكم وقاكم الله من كل شر. إذا بالنسبة لعنوان درسنا اليوم سيكون هو الضحية، وهو نص قرائي وظيفي يندرج ضمن المجال السكاني، وهو الوحدة الخامسة. إذا على بركة الله ننطلق في الدرس. ما نبدأ به أولا هو التشخيص والتمهيد، ثم التأطير والملاحظة، فنقرأ النص ونحاول فهمه خلال الحصة الأولى، وبعد ذلك في خلال الحصة الثانية سنتوقف مع القراءة التحليلية والقراءة التركيبية والاستثمار. طيب، إذا بداية لابد أن نشخص عنوان الدرس السابق هو معاناة شاب. إذا مما عانى هذا الشاب؟ عانى الشاب من أعراض وباء الكوليرا. إذا ما الأعراض التي ظهرت عليه؟ من الأعراض التي ظهرت عليه الإحساس ببعض الغثيان قبل النوم، ثم اشتداد نوبات القيء والاستسلام للقضاء. ما مصيره في نهاية القصة؟ إذا مصير هذا الشاب هو الموت تحت تأثير الوباء. ما هو واجب الناس إذا انتشر الوباء في مكان معين؟ مثلا وباء كورونا المستجد الذي نعيشه في هذه الأيام، من الواجب عليهم أن يلتزموا بالمكان الذي يوجدون به حتى لا تنتقل إليهم العدوى أو ينقلونها للآخرين. بعد ذلك لا بد أن هناك كثير من الظواهر التي تساهم في معاناة الناس بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة. إذا من خلال هذه الصورة يبدو أنه من الظواهر التي يعاني منها الناس بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة هناك حوادث السير. طيب، إذا من خلال هذا النص سنحاول أولا أن نتعرف على كاتبه. إذا كاتب النص، أهم المهام التي تقلدها، بما تميز أسلوبه، ما أهم مؤلفاته. إذا أتعرف الكاتب هو أحمد زكي، من أعلام النهضة الأدبية الحديثة في العالم العربي. كان رئيسا لجامعة القاهرة ورئيس تحرير مجلة العربي. له أسلوب علمي جمع بين روعة الأسلوب الأدبي وعذوبته، وبين وضوح الأسلوب العلمي ودقته. من مؤلفاته مع الله في السماء، ومع الله في الأرض، وفي سبيل موسوعة علمية. مجال النص، يندرج النص ضمن مجال القيم السكانية. نوعيته، نوعية النص هو نص سردي. عنوان النص، من الناحية التركيبية جاء العنوان اسما معرفا بأل، ومن الناحية الدلالية يدل العنوان على أنثى وقعت في مشكلة معينة فلم تتوفق في النجاة منها، ولذلك اعتبرت ضحية. إذن الآن سنرى الصورة ونحاول قراءتها. إذن الصورة نلاحظ مشهدين. المشهد الأول يجسد امرأة تركب دراجة في طريق قروية، والثاني يبين أن المرأة نفسها تقع ضحية حادثة سير ويجتمع حولها بعض الناس. الآن سنحاول من خلال هذه المعطيات التي سبقت أن نصوغ فرضيات قرائية من خلالها نستشرف المعاني التي سيؤديها النص. إذن من خلال ما تقدم نفترض أن يحكي النص أن يحكي النص مراحل تعرض مرأة بدوية لحادثة سير. إذن سنقرأ النص لنتأكد من هذه الفرضية. في الصباح الباكر كانت امرأة تجري في طريق القرية فوق دراجة، فإذا الدراجة تتحطم تحت سيارة، وإذا راكبتها تقع من فوق الدراجة جثة هامدة دون حراك. واجتمع الناس في الغبش وأكثر همهم أن يعلموا شيئا عن هذه الضحية، ويتعرفها نساء القرية ورجالها. إنها فلانة التي طالما رأوها تجري على دراجتها إلى طرف القرية صباحا، وتعود إلى بيتها مساء في مواعيد لا تكاد تختلف. وعرفوا أنها لم تكن بعد قد بلغت الأربعين، وعرفوها أما لأطفال ستة،
وخرجت للعمل تكسب لأطفالها مثل ما يكسب الناس، تعين زوجها الذي ضاقت به الحال وحاق به الدين وعاقه المرض، ولم تكن تعمل عملا يتسامع به الناس فيجلونه. إنها كانت تعمل عونا في النهار لسيدة عجوز في أطراف القرية، ومما تكسب تستعين به على شراء طعام وكساء لأطفالها. إنها لا تراهم بالطبع كل الوقت، إنها تجهزهم صباحا وتعنى بهم مساء، وكبرى بناتها عمرها 12 عاما تهتم بالأطفال من بعد مدرستهم. تدبير كان لا بد منه للأسرة، فيه ضيق وقسوة على قلب الأم، ولكنه تدبير أغنى عما هو أشد قسوة، الحاجة والعوز. ومع هذا لم تترك لها المقادير هذا التدبير قائما، لقد حطمت الأقدار في ثوان معدودة عجلتي الدراجة تحت عجلات السيارة. ويأتي الخبر اللعين إلى بيت الفقيدة ويذهل الأطفال، بعضهم فهم وبعضهم لم يفهم، ولكنهم جميعا أحسوا بأن شيئا عزيزا كان قائما فيهم واختفى كما تختفي الشمس من بعد النهار، إلا أن الشمس تختفي وتعود، أما هذه فاختفت ولن تعود. ويسأل الطفل الصغير لم لم تعد أمه، وتجيب كبرى البنات والدمع يغلبها، إن أمنا ذهبت في سفر بعيد. ويتسامع بالخبر أهل القرية الصغيرة الطيبة، إن الناس في القرية الصغيرة تتعارف بالوجه قبل أن تتعارف بالأسماء. ويهز الحادث قلوب أهل القرية، ليس أكثر همهم الآن في الأم التي رحلت، ولكن في الصغار الذين تركت. وسارعوا يتقاسمون الأطفال، ولدان توأمان فهذان للسيد فلان، إن التوائم لا يحسن التفريق بينهما. وسمع بهذا الخبر رجل شيخ من محسن القرية الصغيرة فثار، لأن أسرة من أطفال صغار ستة جمعها سقف واحد يراد بها أن تتمزق وتتفرق. وذكر ما ناله هو من التفريق في صباه حين فقد بعد عطف الأم عطف الإخوة وجو الأسرة، فأخذ يطلق صوته في الناس ويكتب النشرة ثم يديرها على المنازل وعلى التجار وفي مسجدها الوحيد، وينهال المال من كل صوب على الرجل الشيخ الذي تطوع لإنقاذ الأسرة. لم تكن مبالغ كبيرة، ولكنها إشارة إنسانية نبيلة، وانهالت على البيت الصغير الهدايا والأطعمة مجففة ومعلبة، حتى لقد جاءتهم منها صناديق كاملة. الدكتور أحمد زكي. إذن الآن سننتقل إلى مرحلة الفهم، حيث سنحاول شرح بعض الكلمات. إذن الكلمة الأولى التي سنشرحها هي الغبش. إذن الغبش ماذا تعني؟ تعني الغبش الصباح الباكر. حاق به الدين، أي حاصره وضيق عليه. العوز، العوز هو الحاجة. ثار الشيخ، أي اشتد غضبه. ينهال، أي يتساقط ويأتي. إذا الآن سنحاول أن نجيب على بعض الأسئلة من أجل أن نفهم النص ونسوغ الحدث العام في النص. إذا ماذا وقع للمرأة؟ وقع للمرأة حادثة سير، بحيث وقعت من فوق الدراجة جثة هامدة دون حراك. ماذا يعرف سكان القرية عن الضحية؟ يعرف سكان القرية عن الضحية أنها لم تكن بلغت 40 من العمر، ولديها 6 أطفال تشتغل وتكافح من أجلهم. ما السبب في خروجها للعمل؟ السبب في خروجها للعمل هو إعانة زوجها الذي ضاق به الحال وحاق به الدين وعاقه المرض. أين كانت تشتغل؟ كانت تعمل عونا في النهار لسيدة عجوز في أطراف القرية، ومما تكسب تستعين به على شراء طعام وكساء لأطفالها. كيف وقع الخبر اللعين على أسرة الفقيدة وأهل القرية؟ وقع الخبر اللعين على أسرة الفقيدة وأهل القرية بحيث ذهل أطفالها، بعض فهم وبعضهم لم يفهم، وأحسوا جلهم أن شيئا عزيزا فقد. طيب، إلى ما سارع أهل القرية؟ سارع أهل القرية في تقاسم الأطفال، أو إلى تقاسم الأطفال. بما نصحهم الشيخ المحسن؟
نصحهم الشيخ المحسن ألا يفرقوا الأطفال ويتعاونوا معهم بجمع التبرعات والمساهمات. إذن كيف تمت مواساة أسرة الضحية؟ تم ذلك بتعاون ومساهمة أهل القرية معهم، بحيث انهالت على البيت الصغير الهدايا والأطعمة مجففة ومعلبة. إذا الآن من خلال هذه الأسئلة أو من خلال جوابنا على هذه الأسئلة سنحاول أن نسوغ حدثا عاما للنص. إذا الحدث العام للنص: تعرض امرأة لحادث مروري مميت وتفكير أهل القرية في كيفية مساعدة أسرتها المعوزة. طيب الآن سنمر إلى الحصة الثانية، وهي حصة القراءة التحليلية والقراءة التركيبية وكذلك الاستثمار. إذن سننطلق من الأحداث التي توجد بالنص لأجل بناء الخطاطة السردية. إذن الخطاطة السردية تبدأ دائما بالمرحلة أو الوضعية البدئية. إذن الوضعية البدئية: وفاة المرأة تحت عجلات السيارة. إذن التحولات: الحدث الطارئ، اكتشاف هوية المرأة أو هوية المرأة ووضعها الاجتماعي، العقدة، كيفية مساعدة أسرة الضحية، الحل، تكفل الشيخ بتدبير مساعدة المرأة الأسرة المنكوبة، الوضعية النهائية، وصف حجم المساعدات التي تلقاها الأطفال. إذا الآن من خلال هذه الأحداث ومن خلال هذه التطورات في السرد سنحاول أن نكتشف مواصفات أو صفات كل شخصية على حدة. إذا الشخصية المركزية هنا هي الضحية. إذا من صفاتها أنها ربة أسرة ومكافحة وفقيرة وزوجة رجل مريض وصبيتها صغار. طيب إذا أبناؤها 6 أطفال فيهم الذكور وكذلك الإناث، من صفاتهم أنهم ذاهلون لاستقبالهم هذا الخبر المفجع. أهل القرية إذا متضامنون مع الأطفال، معينون للشيخ ويتعارفون بالوجه قبل تعارفهم بالأسماء. الشيخ مشفق على الأطفال، محسن، متضامن وكذلك متطوع. إذن الآن من خلال هذه الصفات لابد أنها تعكس قيما تحرك الشخوص أو الشخصيات في النص. إذن من القيم التي يرسخ هذا النص هناك قيمة التكافل. أين تتجلى؟ تتجلى في مساعدة أهل القرية لأسرة الضحية. وهناك قيم أخرى ضمنية: قيمة احترام قوانين السير. إذن يدل على ذلك تعرض المرأة لحادث أليم نتيجة تهورها أو تهور السائق. إذن لا نعرف من تهور لأن النص لا يعطينا فكرة على ذلك. إذن قيمة تحمل المسؤولية تتجلى في عناية كبرى بنات الضحية بإخوتها في غياب الأم، وكذلك قيام الأم بواجب كسب لقمة العيش لعجز زوجها عن العمل. طيب إذن سنحاول أن نلخص النص انطلاقا من تصميم البنية السردية التي سلفت. إذن امرأة مكافحة أجبرتها ظروف مرض زوجها وتراكم ديونه على الخروج للعمل صباحا والعودة مساء للعناية بأبنائها 6، إلا أن حادثة سير ستنهي قصة الكفاح هذه تاركة الأطفال 6 بلا معيل، مما دفع سكان القرية إلى التكفل بهم وتوزيعهم على أهل القرية. لكن شيخا محسنا رفض التفريق بينهم وقرر الإبقاء عليهم مجتمعين في منزلهم وجمع المساعدات من المحسنين لمساعدتهم في محنتهم. إذن سنحاول أن نوضح أكثر هذه المهمة المتعلقة بالاستثمار. إذن سنبحث في الأنترنت عن كيفية القيام بحملة للوقاية من حوادث السير. إذن هنا يمكن أن نستعمل مهارة التوثيق
التي رأيناها في الدورة الأولى. إذن البحث في الإنترنت عن كيفية القيام بحملة للوقاية من حوادث السير. إذن الاستثمار، إذن البحث عن كيفية الوقاية من حوادث السير. يعني هنا محاولة التطرق لوسائل مختلفة. إذن الحملة لا بد لها من وسائل، لا يمكن أن نقوم بحملة ونحن نفتقر إلى الوسائل. إذن هنا مراحل هذه الحملة. إذن سنتطرق إلى مراحل هذه الحملة. إذن ما دفعنا في المرحلة الأولى، ما دفعنا في المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، وهكذا. إذن إذا ذهبنا إلى الإنترنت مثلا، يمكن أن نتطرق هنا إلى اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير. المرحلة الأولى سنحاول أن نجمع وثائق تساعدنا على وإجراءات كذلك تساعدنا على ذلك. في المرحلة الثانية سنحاول أن نضبط التواصل مع الناس. إذن هؤلاء الناس ينبغي فرزهم إلى يعني سائقين وكذلك راجلين. المرحلة الثالثة سنحاول أن نضبط ما هي العمليات التي سننهجها من أجل توعية الناس. نعم، إذا لاحظنا هنا سنرى أن هذا المنشور الذي استعملته وزارة التربية الوطنية من أجل التوعية، هذا منشور يعني يبين طفلا يتوقف أو يمر من ممر الراجلين والسيارة تعطيه إشارة بأن تسمح له بالمرور. هناك الكثير من المعلومات التي من شأنها أن تساعدنا على بناء هذا البحث. إذن اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير من كل سنة مناسب لمضاعفة الجهود في مجال الالتزام والتعبئة لصالح هذه القضية الهامة، وكذلك للتحسيس بالكلفة الاقتصادية والمجتمعية لحوادث السير. ورغم الانخفاض الملحوظ لعدد الضحايا ضحايا الطرقات، إلا أن الوضع ما زال ينذر بالخطر، والأرقام توضح هذا المعطى بشكل جلي. ففي سنة يلقى حوالي 3500 شخص حتفهم في الطرقات، مع تسجيل أكثر من 100,000 جريح، أي بمعدل 9 قتلى في و 320 جريحا في كل يوم. وإذا كان عدد القتلى في حوادث السير قد عرف انخفاضا بنسبة 3.16% ما بين 2017 و 2018، فإن الفترة ذاتها شهدت مصرعة 3435 شخصا، أما عدد المصابين بجروح بليغة فقد سجل انخفاضا ب 4.37% ليصل إلى 8731 جريحا. وبالنسبة للكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير السيد بن ناصر بولعجول، فهذا الموعد السنوي أصبح مناسبة للقيام بحصيلة
تم إنجازه سنويا، بل وحتى لتحديد العثرات التي حالت دون إنجاز وتنفيذ بعض المشاريع. إذن هذه المعلومات من شأنها أن تفيدنا في هذه الحملة. إذن جمع الوثائق ستفيدنا فيها، وكذلك يمكننا أن نبحث عن ضبط طرق التواصل مع الناس وما هي القنوات التي من شأنها أن تجعلنا نتواصل مع الناس بطريقة يعني مناسبة. ثم بعد ذلك العمليات التي سننهجها من أجل توعية الناس، يعني توزيع بعض المناشير مثلا، أو إعطاء الناس نصائح، أو حمل مكبرات الصوت مثلا، وإنذار الناس بخطورة استعمال الطريق بطريقة غير منظمة، إلى غير ذلك من الوسائل. إذن في ختام هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم استفادة كافية، وأرجو أن يمتعكم الله بدوام الصحة والعافية، فحافظوا على البقاء في بيوتكم من أجل الوقاية من هذا الفيروس القاتل، وشكرا لكم.